ملوش، كل حاجه بتطلع في وقتها وكل حاجه ليها وقتها. والاهم بقى من كل ده ايه؟ والحمد لله انا يعني قعدت درست النهارده طول النهار، انا كنت قاعد في البيت طول النهار النهارده، قاعد بحاول اقرا عبر تاريخ النادي الاهلي قرارات مجلس الاداره، في عبر تاريخ النادي الاهلي بالكامل من منذ انشاء النادي الاهلي وحتى الان. لقيت ان تقريبا بنسبه 95 97 98% كل قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بيبقى الجمهور واقف في ظهرها مهما كان رأي الجمهور. وخدوا بال حضراتكم من الموضوع ده لأنه مهم جدا. مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يقرر قرار، عندما يتخذ قرار، بيبقى دايما الجمهور واقف في ظهره. خلال السنوات اللي فاتت منذ إنشاء النادي الأهلي وحتى الآن كل اللي أنا شفته كده، إن قرارات النادي الأهلي لما بتتخذ قرار الجمهور بيبقى واقف وراها مهما كان هذا القرار. عشان كده أنا متأكد ويعني عندي قناعة كبيرة جدا 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 إن في النهاية عندما يتم اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية، أنا ما أعرفش على فكرة القرار إيه لغاية دلوقتي، ولكن اللي أنا عارفه إن القرار النادي الأهلي الذي تم اتخاذه في مجلس ادارته الاخير ان هو يوم 28 مفيش مباريات هتتلعب الا مباراه بيراميدز في الدوري. لو اتاجلت يبقى مش هيتلعب مباراه الكاس، ده اللي احنا عارفينه لغايه دلوقتي، لكن ممكن بكره ايه اللي يحصل؟ محدش عارف. فمهم جدا كنت اوضح لحضراتكم ايه الفارق ما بين العمل المؤسسي والعمل الفردي. في الحياه كلها، لان انت حتى في بيتك انت كأب بتتشارك مع الأم في أمور البيت، وهنصرف الفلوس دي هنا وهنودي الفلوس دي هنا وهنعمل هنا، هو ده العمل المؤسسي. العمل المؤسسي ده اللي بينجح أي حاجة في الدنيا، هو العمل المؤسسي ده اللي بينجح أي حاجة في الدنيا. فعشان كده ناس كتيرة غيرانة، ناس كتيرة متضايقة، ناس كتيرة شايفة إن النادي الأهلي لا. وبعدين إيه كمان؟ إن النادي الأهلي لما بياخد قرار بتلاقي ان الجمهور 70 80 مليون في ظهرك، 70 80 مليون في ظهرك، حتى لو فيهم ناس مش موافقه على القرار بتلاقي ال 70 80 مليون في ظهرك، وبعد كده يحلها الف حلال. احنا بقى كجمهور ما بيننا وما بين المجلس لو احنا مش موافقين على حاجه، لكن في النهايه الاغلب القرارات اللي تم اتخاذها خلال انشاء عمر النادي الاهلي ال 112 سنه اللي فاتوا دول كلها كانت قرارات بيقف خلفها الجمهور بقلبه وبكل حاجه فيه. فعشان كده بقول لحضراتكم انا مش عايزكم تقلقوا. كل شويه حد يكلمني يقول لي هو النادي الاهلي هيعمل ايه؟ النادي الاهلي دائما هينظر لحاجتين، المصلحه العليا للبلد واسم النادي الاهلي. بما يحفظ حقوقه طبعا، بما يحفظ حقوق النادي الاهلي. فعشان كده بقول لحضراتكم ما تقلقوش من حاجه، كل الامور الحمد لله عندنا مجلس اداره واعي لقراراته، بيعرف يختار القرارات المناسبه في الوقت المناسب. كلنا راهنا على مجلس الإدارة في أمور كثيرة حدثت في السنة ونص اللي فاتوا، والحمد لله مجلس الإدارة ده نجح في تقريبا معظم القرارات اللي كان بيتخذها. إنشاءات اتعملت جوه النادي، حاجات كتيرة، كل ما تم الاتفاق عليه أو كل اللي قالوه ما قبل انتخاب هذا المجلس